السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم فيديو جديد عن وفيات وأعمار وأبطال فيلم أمير الانتقام. الفنان أنور وجدي، تاريخ الميلاد 11 أكتوبر 1904، مواليد القاهرة، تاريخ الوفاة 14 مايو 1955، العمر 50 سنة. الفنان فريد شوقي، اسمه الحقيقي فريد محمد عبدو شوقي، تاريخ الميلاد 30 يوليو 1920، تاريخ الوفاة 27 يوليو 1998، العمر 77 سنة. الفنانة سمية جمال، تاريخ الميلاد 22 أغسطس 1924، تاريخ الوفاة 1 ديسمبر 1994، العمر 70 سنة. الفنان محمود المليجي، تاريخ الميلاد 22 ديسمبر 1910، تاريخ الوفاة 6 يونيو 1983، العمر 72 سنة. الفنان كمال الشناوي، اسمه محمد كمال الشناوي، تاريخ الميلاد 1918، تاريخ الوفاة 22 أغسطس 2011، العمر 92 سنة. الفنانة هنومة حبيب خليل علي، تاريخ الميلاد 3 ديسمبر 1918، تاريخ الوفاة 30 مايو 2018، العمر 99 سنة. الفنان حسين محمود شفيق، تاريخ الميلاد 13 يناير 1897، تاريخ الوفاة 17 يوليو 1965، العمر 68 سنة. الاسم عبد العزيز احمد سليمان ابو علي، تاريخ الميلاد 24 ابريل 1897، تاريخ الوفاه 20 يوليو 1964، العمر 67 سنه. الفنان زكي ابراهيم، تاريخ الميلاد 9 سبتمبر 1884، تاريخ الوفاه 16 فبراير 1971، العمر 86 سنه. الاسم زكي إبراهيم، تاريخ الميلاد 9 سبتمبر 1884، تاريخ الوفاة 16 فبراير 1971، العمر 86 سنة. الفنان رياض الأصبجي، تاريخ الميلاد 13 سبتمبر 1903، تاريخ الوفاة 23 إبريل 1963، العمر 59 سنة. الفنان عبد الرحيم الزرقاني، تاريخ الميلاد 30 يوليو 1913، تاريخ الوفاة 1 نوفمبر 1985، العمر 72 سنة. الفنان محمود رضا، تاريخ الميلاد 18 مارس 1930، تاريخ الوفاة 10 يوليو 2020، العمر 90 سنة. الفنان صلاح منصور، تاريخ الميلاد 17 مارس 1923، تاريخ الوفاة 19 يناير 1979، العمر 55 سنة. الفنان محمد حسن توفيق المنصوري العجيزي، تاريخ الميلاد 24 أكتوبر 1908، تاريخ الوفاة 27 مارس 2003، العمر 94 سنة. الفنان عبد العليم خطاب، تاريخ الميلاد 19 مارس 1913، تاريخ الوفاة 28 مايو 1978، العمر 65 سنة. الفنان محمد صبيح، تاريخ الميلاد سنة 1914، تاريخ الوفاة سنة 1980، العمر 66 سنة. الفنان محمد علوان، تاريخ الميلاد 12 إبريل 1924، تاريخ الوفاة 9 أغسطس 1979، العمر 55 سنة. الفنان عبد البديع العربي، تاريخ الميلاد 10 أكتوبر 1912، تاريخ الوفاة 15 يناير 1996، العمر 83 سنة.
الفنان عبد المنعم إسماعيل، تاريخ الميلاد 3 نوفمبر 1907، تاريخ الوفاة 13 أكتوبر 1970، العمر 62 سنة. الفنان محمود لطفي، تاريخ الميلاد 8 يناير 1905، تاريخ الوفاة 9 مارس 1975، العمر 70 سنة. الفنان إبراهيم حشمت، تاريخ الميلاد 26 أكتوبر 1895، تاريخ الوفاة 3 إبريل 1973، العمر 77 سنة. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.